بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، ما هي فوائد صلاة الصبح؟ الحقيقة هذه الصلاة هي الأكثر ثوابا وأهمية وصعوبة، إنها صلاة الفجر. لماذا اختار الله تعالى هذا الوقت بالذات؟ لابد أن يكون هناك حكمة عظيمة. وقت النوم، لماذا اختار أذان الفجر في هذا التوقيت؟ ماذا كشف العلماء أيها الأحبة؟ العلماء يقولون أحبتي في الله، في لحظات السرور عند حصول الإنسان على مكافأة مالية، أو عندما يفرح بتحقيق أمر ما، أو يتمتع برؤية منظر جميل، كل هذه الأشياء ماذا تحدث في دماغك أيها الإنسان؟ يزداد إفراز الدوبامين المسؤول عن السعادة. دراسة جديدة غريبة من نوعها أيها الأحبة تقول إن النوم ليلا يساعد الدماغ على التقليل من إفراز هذه المادة ليتمكن المخ من إفرازها في النهار، أي أن المخ يقوم بإفراز الدوبامين هرمون السعادة في النهار ليشعر الإنسان بالسعادة، يركبه أثناء الليل. ولكن الاستيقاظ المبكر قبل شروق الشمس يساعد على إفراز كميات كبيرة من الدوبامين، مما يساعد الدماغ على أداء عمله بكفاءة أعلى والتمتع براحة أكثر وصحة نفسية أعلى وسعادة أكبر. الحقيقة يعني هذا يعني أمر غريب من نوعه حقيقة، أن يكشف العلماء هذا الناقل العصبي بين الخلايا، هذا الدوبامين العجيب. يقولون كلما كانت كمية الإفراز من هذا الدوبامين أكبر، كلما كان الدماغ في حالة أفضل، وكان الإنسان طيب النفس، في سعادة، في يعني بعيدا عن الوساوس، بعيدا عن التشويش. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة، انظروا كيف عبر عن هذه الحقيقة العلمية بكلمات رائعة، كيف لا وهو الذي قال الله في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرنا قال، دققوا أحبتي في الله، ماذا قال عن هذا التوقيت وقت الفجر قبل شروق الشمس؟ قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد. إذن الشيطان يربطك أيها الإنسان بثلاثة أربطة متينة أثناء النوم، يضرب مكان كل عقدة، يقول هذا الشيطان: عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ هذا الإنسان، إذا استيقظ فذكر الله، يعني أول شيء تعمله عندما تستيقظ تقول الحمد لله، سبحان الله، تذكر الله سبحانه وتعالى. إذا ذكرت الله انحلت العقدة الأولى، ولكن لا زال هناك عقدتان. فإن توضأ هذا العبد، يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن توضأ انحلت عقدة، بقي عقدة ثالثة، كيف تنحل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن صلى انحلت عقدة. وبالتالي انحلت العقد الثلاث التي كانت تربط هذا الإنسان وتقيده أثناء النوم، والتي يضربها الشيطان على قافية رأس أحدنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد انحلال هذه العقد الثلاث، إذا انحلت يعني ذكر الله، توضأ، صلى 3 مراحل، فأصبح نشيطا طيب النفس. انظروا إلى هذا التعبير الجميل، طيب النفس، يعني تصبح نفسك طيبة هادئة، بعيدا عن المشاكل، بعيدا عن الهموم. وإلا
إذا لم تطبق هذه المراحل الثلاثة، ذكر الله، الوضوء، الصلاة، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله. أيها الأحبة، الإعجاز هنا الذي ينبغي أن نعلمه وأن نحمد الله على نعمة الإسلام وعلى نعمة هذه الصلاة، صلاة الفجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأصبح نشيطا طيب النفس، تماما كما يؤكد العلم الحديث أن الاستيقاظ المبكر قبل طلوع الشمس يؤدي إلى راحة نفسية عظيمة. وحتى إن علماء في مجال علم النفس وعلاج الاكتئاب، حسب دراسات أمريكية منشورة حديثا، ينصحون المكتئبين أن يستيقظوا قبل الفجر ويستفيدوا من طاقة هذه المرحلة الزمنية التي تتكرر كل يوم، فيها طاقة غريبة أيها الأحبة. هنا يؤكدون أن الصلاة مفيدة للنظام العصبي جدا جدا جدا، وأن حركات الصلاة التي يؤديها الإنسان مناسبة جدا لتصميم عظامه وتصميم عضلاته، وتعتبر أفضل من أي رياضة أخرى، لأن كل أنواع الرياضة لابد أن يكون فيها عنف وأذى، ولكن حركات الصلاة سبحان الله مصممة بطريقة لتغطي كل عضلات الجسد وتحرك جميع مفاصل الإنسان تقريبا، وتنشط الدورة الدموية. وبالتالي يقول عنها الباحثون إن الصلاة مفيدة لآلام العظام، آلام الرقبة، فقرات الرقبة، آلام أسفل الظهر، وآلام أخرى كثيرة جدا، المفاصل وغير ذلك. حتى إن الصلاة تنظم لك وقتك إذا التزمت بها كما أمرك الله بها بمواقيتها. الصلاة أيها الأحبة، وجد العلماء في دراسات كثيرة الحقيقة أن لها فوائد طبية ونفسية. الفوائد الطبية: فائدة للجسم والدماغ والأعصاب والدورة الدموية والقلب. وفوائد نفسية: أنها تنظم لك الوقت وتمنحك السعادة. هذه دراسة أيها الأحبة تقول إسلامك براير، أي الصلاة على الطريقة الإسلامية، تخفض آلام أسفل الظهر وتعطي مرونة لمفاصل الإنسان. من لديه مشاكل في المفاصل فليلجأ إلى الصلاة. هذه مجلة علمية يعني غير إسلامية، مجلة علمية وهندسية متخصصة بالشؤون الهندسية. هم قاموا فقط بوضع برنامج على الكمبيوتر، وأخذوا حركات الصلاة التي يؤديها إنسان وصنعوا محاكاة لها من خلال الكمبيوتر، وأدخلوا معلومات عن أوقات الصلاة أيضا، وعن المدة المثالية للصلاة بخشوعها، ليست الصلاة السريعة، وأدخلوا بيانات أخرى تتعلق بأمراض الظهر وأمراض القلب وأمراض الإنسان. وتبين شيء عجيب سبحان الله، يعني الإنسان يستغرب، أنك إذا أديت الصلاة بأوقاتها وبخشوعها، بحيث تكون بمدتها تتم الركوع والسجود وغير ذلك، تحصد أكبر فائدة طبية منها. آيات للموقنين. نستغرب عندما قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، مؤقت في زمن، يعني ليس هناك عبث في الصلاة، كتابا موقوتا يعني بزمن محدد لكل صلاة، كل صلاة لها وقت يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. طيب أنا أستغرب كيف أن الإنسان الذي يسمع مثل هذا الكلام ويرى مثل هذه الحقائق ثم يحرم نفسه منها. الشيء الأهم من ذلك أيها الأحبة، ما يحدث في الدماغ، وهو أهم مما يحدث في العضلات والقلب.
لأن الإنسان عندما يخشع ما الذي يحدث في دماغه؟ عملية الخشوع يسمونها في الخارج بالتأمل، ليس لديهم خشوع. عندما أجروا دراسات واستخدموا جهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي، تبين لهم أن هذا الخشوع وهذا التأمل يؤدي إلى تنشيط منطقة الناصية المسؤولة عن القرار. إذن إذا أردت أن تتخذ قراراً حكيماً مناسباً صائباً في قضية مصيرية من حياتك، عليك أن تجلس وتتأمل بعض الوقت ثم تفكر وتتخذ القرار، لأن هذا التأمل ينشط خلايا منطقة الناصية المسؤولة عن اتخاذ هذا القرار، لأن القرارات تتخذ هنا في مقدمة الدماغ في الفص الجبهي الأمامي. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا أردنا أن نتخذ أي قرار بماذا؟ بصلاة الاستخارة، كأنه يقول لك إلجأ أيها الإنسان إلى هذا التأمل، والجأ إلى الخشوع، ثم استخر الله واتخذ القرار. يعني حتى طبيا، من الناحية الطبية، لا تتسرع في اتخاذ أي قرار، إنما إلجأ إلى الصلاة. وبالتالي كان الصحابة يقولون أن النبي كان يعلمهم الاستخارة في جميع شؤونهم، سبحان الله، حتى الأمور البسيطة جدا يستخيرون الله فيها. انظروا إلى هذه السعادة التي عاشها أولئك الأسلاف رضي الله عنهم، ونحن حرمنا أنفسنا منها للأسف. لذلك لا يسعني إلا أن أقول أيها الأحبة، إن بداية القرآن ذكرت فيها الصلاة. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.